يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. النهاردة حلقة غاية في الأهمية، مهمة جدا. ليه؟ لأن النهاردة اليوم مختلف بصراحة، وأنا عارف قوي قوي إزاي جمهور الأهلي منتظر مباراة ناديه النهاردة. بعد فترة غياب حوالي 5 شهور الأهلي هيلعب النهاردة كمان ساعات، تحديدا بعد 3 ساعات من دلوقتي، مباراة مهمة جدا ومؤجلة من الأسبوع ال 15 أمام فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز بعد فترة غياب بسبب تفشي فيروس كورونا. فبالتالي اليوم مختلف عند جمهور النادي الأهلي، الكل مترقب والكل منتظر هذه المباراة. علشان كده احنا هنكون معاكم لحظة بلحظة على مدار 60 دقيقة من دلوقتي في كل كواليس ما قبل هذه المباراة وآخر استعدادات النادي الأهلي وتحركات النادي الأهلي كمان لاستاد القاهرة الدولي، واللي هيستضيف مباراة اليوم ما بين الأهلي وإنبي. فبالتالي مباراة غاية في الأهمية وكلنا متشوقين ومنتظرين، وأنا عارف حضراتكم تحديدا مستنيين ووحشكم قد إيه كمان النادي الأهلي عشان تشوفوه في الملعب. الأهم كمان إن إحنا لما نشوف الأهلي في الملعب نشوفه بيكسب كما هو المعتاد بإذن الله تعالى. النهاردة كمان اليوم مختلف بالنسبة لنا وهيكون مختلف بالنسبة لكم. ليه؟ احنا دايما متعودين ان بيبقى في سؤال مع بدايه الحلقه. السؤال النهارده يعني توقعاتك لمباراه الاهلي وانبي، سؤال سهل لكن هو مختلف علشان هو مصحوب بمسابقه مهمه جدا. حضراتكم طبعا عارفين مين هو الراعي الرسمي للدوري المصري 3 سنين ورا بعض، اوبو النهارده عامله مسابقه لكل الجماهير، اللي هيتوقع صح في 5 تليفونات هيكونوا لأصحاب الإجابة الصحيحة لنتيجة هذه المباراة، مباراة الأهلي وإنبي، مقدمة من شركة أوبو، والموبايل يعني اللي هو ب4 كاميرات بقى وحاجات جامدة جدا يعني. فتوقعوا معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وإنستجرام، واللي هيتوقع صح هيكسب تليفون أوبو ب4 كاميرات و5 تليفونات أو 5 فايزين هم اللي هيفوزوا بالتليفونات دي. فالنهاردة كواليس كتير وأخبار كمان كتير بتخص فريق النادي الأهلي تحديدا والكرة المصرية وكمان العالمية على مدار حلقة اليوم. خليني في البداية أبتدي بأهم العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي، عودة البطل. في الترند المحلي، وزير الرياضة يرفض عقاب مصابي كورونا. أما الترند العالمي، لاعبو ريال مدريد يدعمون زيدان. طيب، في أخبار كتير جدا محليا وعالميا، وقابليهم طبعا النادي الأهلي، وكلنا طبعا منتظرين هذه المباراة. لكن أنتم متعودين دايما بيبقى عندنا فقرة ترند، فقرة مهمة جدا بنقول لحضراتكم فيها أخبار مهمة. النهاردة مفيش ترند هيكون أعلى من النادي الأهلي والكواليس اللي قبل المباراة. فعلشان كده أنا هتكلم مع زمايلي الاعزاء شريف شعبان وكريم احمد. شريف شعبان تحديدا متواجد في مقر اقامه النادي الاهلي قبل التحرك لملعب المباراه، وكمان كريم احمد مراسل قناه الاهلي هيكون في استاد القاهره الدولي، وهتواصل معاهم ونحكي كده مع بعض، وكمان نطمن جمهور النادي الاهلي على اخر الاستعدادات والتحركات الخاصه بالفريق. يا شريف مساء الخير عليك، ويا كريم مساء الفل عليك. مساء خلارك زميلي امير، تحياتي ليك، تحياتي الكريم، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الاهلي هو الترند، الاهلي اليوم باذن الله يفرحنا، وثلاث نقاط جداد باذن الله يضافوا الى رصيد النادي الاهلي عشان يقرب خطوه مهمه جدا بالفوز بلقب الدوري المحبوب اليه. اهلا بك يا شريف، واهلا بك يا كريم، منورنا. كريم سمعنا يا جماعه؟ طيب خلينا نبتدي بشريف لحد ما كريم يسمعنا. يا شريف عايز اعرف منك اخر الاستعدادات وتحركات فريق النادي الاهلي وكواليس اليوم النهارده في المعسكر وفي مقر الاقامه، اتفضل. يمكن حالا زميلي امير، يمكن حالا دلوقتي، يمكن على شمالي اعلى شويه، يمكن الاهلي بالوجبه الخفيفه السناكس، يمكن الاهلي داخل المطعم الان يعني عشان خاطر قبل المحاضره. يمكن البرنامج كان الاهلي طبعا من الساعه 9 للساعه 10 كان الفطار، الغدا كان الساعه 1:30 او 1:45 بالظبط، من 1:30 بيبداوا يكونوا موجودين في المطعم السناكس دلوقتي، والساعه 6 باذن الله
هتكون المحاضرة والتحرك هيكون 6:15 من الفندق إلى الملعب، 20-25 دقيقة بإذن الله هيكون وصل الفريق إلى استاد القاهرة الدولي، الاستاد المحبب طبعا لكل جماهير مصر ومن النادي الأهلي بالتحديد. وبإذن الله النهاردة يكون يوم مفرح لكل جماهير النادي الأهلي. بس النهاردة شدني يا أمير مشهد يمكن أنا وقفت قدامه كتير، مشهدين الصراحة. المشهد الأولاني ان الاهلي جايب معاه حد مخصوص للتعقيم، الفندق من اول بوابه الفندق الرئيسيه في بوابه تعقيم، في كل مكان في الفندق في بوابه تعقيم، ولكن كل ده الاهلي مش مكتفي بيه، الاهلي استعان باحد العاملين داخل النادي الاهلي لتعقيم الغرف، لتعقيم الطرقه، لتعقيم المطعم. الاهلي ما بيطمئنش لاي حد، الاهلي بيطمئن باجراءاته، يعني الفندق قام بالواجب، ولكن الاهلي حرص اكتر، جايب كمان عامل من النادي الاهلي عشان يعقم مزيد من التعقيم، مزيد من حمايه لاعبي النادي الاهلي، ودي حاجه لفتت نظري. الحاجه الثانيه لفتت نظري دكتور التغذيه الدكتور عبد الرحمن، شفته بيوزن الفراخ، قلت له بتعمل ايه يا دكتور عبد الرحمن؟ قال لي لا لازم 150 جرام قلت له لا فهمني بقى بتعمل ايه؟ 150 جرام ايه؟ قال لي لا خلاص بقى اللي فات راح واللي جاي حاجه تانية خالص، لعيب النادي الاهلي دلوقتي هي لعيبه عالميه، لعيبه لازم تعرف تاكل صح، تعرف تواكب العصر في التغذيه، التغذيه حاجه مهمه جدا، فلازم اللعيب وهو بياكل اي اكل لازم يكون معمول له حساب، لازم ياكل بحساب مش بياكل وخلاص، فعامل كل حاجه بيقول لك بيوزن، يعني لو في كادر شفناه مع بعض هتلاقي بيوزن الفراخ، بيوزن كل حاجه، لعيب النادي الاهلي يمكن خلاص بقوا في اسلوب حياه زي ما بيقول لي، السكر اتمنع خلاص لكل مشروبات النادي الاهلي، الاهتمام للدرجه دي الاسبريسو لعيب الاهلي بتعشقه. انا الصراحه المشهد شدني جامد. لا ده لعيب النادي الاهلي دلوقتي يمكن دكتور التغذيه دكتور عبد الرحمن ما شاء الله بجد، النادي الاهلي دلوقتي بيسايب حاجه للظروف، بيشتغل على كل حاجه تساعده على تحقيق الفوز، من اول الاكل الاول التطهير او الاجراءات الاحترازيه للكورونا، الكل لعيب في غرفه لوحده، والنادي الاهلي بيطبق الاجراءات بحذافيرها، ما بيسيبش حاجه للظروف، ودايما بنقول ان جهاز النادي الاهلي الاداري دايما بيمتاز بهذه الجزئيات، التفاصيل تفاصيل التفاصيل، الاهلي بيشتغل على كل حاجه، ما بيسيبش حاجه غير في الملعب للتوفيق، في توفيق تلاقي الاهلي بيكسب على طول، ما فيش توفيق ما عند شويه القصه تلاقي لا قدر الله في تعادل او في هزيمه لا قدر الله، وكره مكسب وخساره مش مكسب على طول، ولكن طول ما الحاجات دي كلها الاهلي بيعملها بتلاقي يعني واقف على التوفيق، بس في توفيق باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. زي ما قلت لك المحاضره هتكون بعد قليل في احد القاعات داخل الفندق، وهيتحركوا على طول على الاستاد. يمكن معاك لو اي استفسار اي حاجه انا معاك اجاوبك، كل حاجه حصريه هتكون على شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد يا شريف، لكن انا تحديدا عايز اتكلم معاك تحديدا بخصوص حاله اللاعبين المعنويه، وانت اكيد بتشوفهم في الاوتيل كده وانت موجود، تعابيرات وجوههم سواء طبعا الجهاز الفني او اللاعبين. يعني يمكن الجهاز الفني انا ملاحظ من اول الفطار بيقعدوا مع بعض كتير جدا، فايلر وباقي الجهاز ومدير الكره طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان ومحلل الاداء الكابتن احمد سليمان وباقي الجهاز الاجنبي طبعا بقياده فايلر، قعدوا في وجبه الفطار، قعدوا وجبه الغداء، يمكن بيقعدوا يتكلموا كتير في هذه المواجهه لعيب النادي الاهلي، التركيز بيعلى وجوههم، بيبان اول اللعيب مركز ولا بيركز، بيبان اللعيب بيتكلم بيضحك بيهرج، لا في المعسكرات بتلاقي لعيب النادي الاهلي خلاص مفيش كلام، تركيز، داخلين الجيم، عارفين مسؤوليتهم، عارفين ان الثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. وفايرر حذر من الستارت بتاع النادي الاهلي وقال لك لازم ابدا ستارت قوي، ستارت يدل على فتره الاعداد اللي عملناها الفتره الاخيره بتدل على لعيب النادي الاهلي التركيز الشديد، فحذرهم من البدايه وحذرهم من الستارت ومحرج النهارده عليهم ان لازم يطبقوا يعني التعليمات بحذافيرها. لعيب النادي الاهلي عندهم اصرار، لعيب النادي الاهلي مركزين، بيتكلموا مع بعض في الوجبات لانهم طبعا قاعدين في غرف لوحديهم، بيتكلموا مع بعض في الوجبات ان لازم نركز، لازم نسهل الجيم علينا من اول دقيقه، نقدر نحرز هدف مبكر عشان نسهل الجيم، بيتكلموا مش غير النهارده غير في مباراه ام بي فقط لا غير، ما حدش بيتكلم في افريقيا مثلا، ما حدش بيتكلم في بطوله كاس، ما حدش بيتكلم في اي حاجه خالص غير في مواجهه ام بي اللي هتكون بعد قليل. اكيد. طيب خلينا يا شريف نرحب كمان بزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، مش عارف كان راح فين كريم، معانا اهو دلوقتي. يا كريم مساء الخير عليك. بجد التحيه لك طبعا لزميلي امير هشام، وبجد التحيه لزميلي شريف شعبان وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد كالعاده طبعا يا امير يعني وحشتنا التغطيات الخاصه بمباراه النادي الاهلي تحديدا وتواجدنا في استاد القاهره حاجه رائعه جدا ومميزه جدا، وزي ما اكدت معاك امبارح لما بيبقى تنظيم النادي الاهلي
عارفين ان مفيش جمهور وما بيبقاش في ضغط كبير، لكن تنظيم النادي الاهلي في كل حاجه بيكون مختلف بشكل كبير جدا، سواء دخولنا خروجنا دخول اللاعبين الاماكن المنتظره طبعا للاعيبه النادي الاهلي، الامور كثيره جدا وفي معلومات كثيره جدا عايز ابدا معاك فيها. طبعا احنا متواجدين في استاد القاهره، تشديدات كبيره جدا طبعا من العميد علاء صلاح طبعا مدير امن النادي الاهلي اللي عامل سيطره كبيره جدا، اكدت وقلت ان 60 فرد متواجدين داخل استاد القاهره، الكل منتشر الكل متواجد ان شاء الله باذن الله النهارده كل الامور دي تكون كلها ايجابيه للفريق النادي الاهلي، ونستطيع ان نحصد 3 نقاط يكونوا مهمين جدا ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم عايز اتكلم تحديدا عن الاجراءات الاحترازيه وكيف يستقبل استاد القاهره النادي الاهلي بعد فتره غياب، الاجراءات الاحترازيه كمان تحديدا خصوصا ان المباراه من تنظيم النادي الاهلي، فمنظم النادي الاهلي المباراه ازاي بيتبعوا هذه الاجراءات، يعني حطينا في كل الكواليس يا كريم. يعني طبعا باكد عليك يعني زي ما قلنا 60 فرد متواجد داخل استاد القاهره بالنسبه طبعا لافراد الامن سواء من اهل مدينه نصر، اهل الجزيره، اهل الشيخ زايد. عايز كمان اكد على نقطه مهمه جدا قبل ما نستفيد في الاجراءات الاحترازيه، وهي غرف خلع ملابس. النهارده ما فيش غرف خلع ملابس، لعيبه النادي الاهلي مباشره من فندق الاقامه الى ملعب المباراه يعني طبعا بكل تنفيذ توجيهات وزارتي الصحه والشباب والرياضه وايضا كمان الاتحاد الكره المصري مباشره يكون على الملعب، فعشان كده كل التجهيزات هتكون طبعا في فندق الاقامه طبعا مع زميلي شريف شعبان اللي استفاد بشكل كبير جدا في كل الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي حتى هذه اللحظه في فندق الاقامه. باكد لك كمان طبعا امير على الحاله اللي احنا لمسناها في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي قبل طبعا دخولهم الى المعسكر مغلق، لعيبه عندها رغبه بشكل كبير جدا وعندها طموح وامال كبيره ان هي ترجع من جديد تسعد كل جمهور النادي الاهلي. التركيز والالتحامات والقوه احنا بنشوفها في التدريبات دي رساله مهمه جدا للعيبه الصغيرين المتواجدين او لكل اللعيبه ان الفتره اللي جايه محتاجه الجهد ده، محتاجه كل المباريات تكون مباراه كؤوس. النادي الاهلي عنده فارق كبير جدا من النقاط وايضا كمان متصدر يعني في بالنسبه طبعا لاقوى هجوم في بطوله الدوري العام، لكن لسه عندنا المشوار طويل جدا ولسه عندنا تلاحم مباريات كبير جدا. احنا نقدر نقول يعني كل اسبوع او 8 ايام يكون في مباريتين، فامر مهم جدا اللعيبه تكون واصله للتوب فورم بالنسبه طبعا للياقه البدنيه وايضا كمان ذهنيا في الملعب. بنتمنى النهارده مستر نينيفار بقى يكون موفق في اختيار التشكيل اللي هيخوض بيه النهارده مباراه الاهلي وانبي، وان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي ان هم يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي، والثلاث نقاط الاولى والانطلاقه الاولى بتفرق بشكل كبير جدا في استكمال مشوار بطوله الدوري العام. طيب كريم وشريف عايز يعني العب معاكم لعبه كده في السريع ونتوقع مع بعض تشكيل الاهلي، كل واحد فينا يتوقع ونشوف ايه هنراهن على حاجه وبعد الهوا نتفق على الرهان هيكون ايه. فخلينا نبتدي كده بشريف، توقعاتك للتشكيل ايه النهارده؟ أنا توقعاتي طبعا التشكيل هيعلن رسميا بعد المحاضرة اللي هتكون الساعة 6. فايلر من مدارس المدربين اللي بيحب يعلن التشكيل في قبل المباراة بساعات قليلة جدا يعني من هذه المدرسة فايلر، ولكن توقعنا الشخصي ومحمد الشناوي في حراسة المرمى، 2 سرد باكات أيمن أشرف ومحمود متولي، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، 2 ديفندرين عمرو السلية وأليو ديانج، 3 في الأمام الشيخ أجاييه أفشة تمام مروان محسن. ده توقعي عن الشخص الشيخ أجاييه أفشة مروان محسن، ده توقع شريف. طب أنا أقول توقعي بعد كده نروح لكريم. ده توقع شريف. أنا أتوقع طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال علي معلول، 2 مساكين متولي وأيمن أشرف، قدامهم السلية وديانج، قدامهم ممكن نحط إيه أجاييه أفشة وجيرالدو وأليو باجي. ده تشكيل النادي الاهلي، ده توقعي. ماشي توقع انت كده مختلف معايا في اتنين. ماشي توقعك انت بقى يا كريم ايه؟ يعني طبعا انا مش هخرج عن توقع امير طبعا صراحه، يمكن التوقع ده هو الاقرب بالنسبه لي للتشكيل، يعني الشناوي خط الضهر من الشمال اليمين، معلول ايمن متولي هاني في المنتصف، طبعا ديانج والسوليه امامهم، افشه على الاطراف اجاييه وجيرالدو، وفي الهجوم مروان محسن. نقدر نقول جنب جيرالدو ممكن تحط يعني وليد سليمان بين قوسين، ممكن يكون ليه فرصه. طبعا انت عارف ممكن يكون في ظروف كثيره جدا ومتغيرات كثيره جدا طبعا زميلي امير من مجرد تحرك الفريق الى الوصول الى استاد القاهره، لكن الاقرب طبعا اللي انت التشكيل اللي انت ذكرته، لكن بحط بين قوسين كمان يكون متواجد مع جيرالدو وليد سليمان، لكن الكل اي حد يكون متواجد كالعاده طبعا زي ما انت عارف زميلي امير وزميلي شريف، اي حد يكون متواجد في تشكيله فريق النادي الاهلي بالنسبه لمباراه اليوم النهارده يكون مركز يكون موفق، وان شاء الله التوفيق بقى يكون ربنا سبحانه وتعالى موفقنا النهارده ونحصل 3 نقاط يكونوا مهمين جدا مع فريق النادي الاهلي. بعد الهوا نتواصل يا رب. ماشي وبعد المباراه كمان ونشوف الران هيكون ايه. بشكركم شكرا جزيلا شريف شعبان وكريم احمد مراسلي قناه الاهلي المميزين جدا في الحقيقه، وكانت مداخله بالنسبه لهم مهمه جدا، واتكلمنا في كل الكواليس بتتعلق بالفريق سواء استعدادات استاد القاهره لاستضافه النادي الاهلي النهارده بعد غياب، وايضا استعدادات الفريق في مقر الاقامه قبل التحرك لملعب المباراه. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نواصل ونكمل اخبارنا في الترند النهارده، يلا بينا.